سكرات حلم. رأيت أحمد يرعى أغناما في البادية، والسهول والمروج تشتعل باللون الأصفر والبرتقالي، ويحمل مفتاحا في يده، فصاح مناديا: يوسف، لقد وجدته، تعال. رحت أقترب إليه بخطوات مسرعة، ما إن أقترب إليه حتى يشتد احمرار وجه أحمد. توقفت لوهلة أسأله: ما بال وجهك؟ أجاب مبتسما: من يأبه؟ فأكمل: إن حياتك أهم من خجلي أو غضب سبيلي نحو إله. فقلت له وأنا أتجه إليه: وهل السبيل يغضب؟ فهبت ريح عاتية ترسل أحمد إلي دون تعابي، أخذ بيدي ثم وضع المفتاح الذي نقش عليه كلمة الإيمان في راحتها، ثم أحكم قبضة يدي بشدة، فابتسم وراح وجهه يحترق من احمراره. استأت لحالته وشرعت في مسحي لوجهه، لكن لم يحرقني، فقال لي: لا تخف، لن يؤذي خجلي نفسه. استدار بعدها، ثم راح اتجاه غنمه ليقعد بجانبها ثم يعانقها. ضاعت الغنم فقد أحرقها كلها، وصارت رمادة يحملها الهواء إلى أراض أخرى. استيقظت مفزوعا من حلمي، متأثرا بمنظر أحمد وهو يحترق. لقد كان كابوسا ممتدا لطيلة الليل. نهضت من فراشي متجاهلا ضجيج الحي المرتفع، محاولا تفسير ما رأيت. ما مدى حياة أحلامنا؟ هل لها إسقاطات واقعية ثابتة في حياتنا فنحدد بها واقعنا؟ كان الأمر بالنسبة إلي شعوذة وبطلانا قبل لقائي للآن. وكعادتي أفطر وأخرج إلى أحمد لنمشي سويا إلى الكلية. خرجت متجها نحو حيه، فأثار انتباهي ضوضاء مفرطة أمام منزله. ناديت أحمد لتخرج أمه وهي تبكي بكاء هستيريا. سألتها ما بها، فأجابتني بحرقة: توفي زوجي. تأسيت لحال أم أحمد، فقد كان أحمد صديقا مقربا إلي. دخلت إلى البيت ثم عزيت من فيه، فأخبرت أم أحمد: أين أحمد؟ أجابتني ودموعها تسيل: راح أحمد ضحية حزنه. فسألتها مصدوما: ماذا؟ كيف ضحية؟ فأخبرني بأن أحمد انتحر مخنوقا بالغاز وهو نائم بعدما سمع بوفاة والده، خصوصا وسبب موت والده مجهول. كنت أسقط للوهلة الأولى من شدة الصدمة، وكأن رجلي شلتا عن الحركة، فشعرت بتعاسة شديدة لفراق صديق عزيز، فعناية المعان بؤسا وحزن يملأ قلبي. توقفت مشاعري وكأنها فكرة صفعت خد عقلي، فتذكرت حلم الليل، ثم أدركت أنها رسالة ما، حلمي حقيقة وإحساس لا يغالط الواقع. إذن فأنا من تسبب في موت صديقي. حزنت لفكرتي هذه، لقد كنت متأكدا أن جلب أحمد وإطلاعه على الآلهة كانت سببا حقيقيا في موته. طأطأت رأسي حزنا، فإذا بأمه تخبرني أن ابنها قد ترك رسالتين، واحدة لها والأخرى من نصيبي. تحمست بحزن لمعرفة ما أراد إبلاغي به أحمد. طلبت منها تسليمي إياها، فأحضرتها إلي ثم ودعتها. مشيت إلى البيت وبالي في السماء غائب، فتملكني تفكيري: أما عادة الآلهة الرحمة؟ والذنب يشق ضميري، كم أنا ميت، لقد أمت إرادة ميت في حياة. أعدي من حولي تبا لأنانية حلمي، قد أماتت حلم أحد وحدت من حياته. هل أترك من حولي أنقذهم فأهرب بعيدا؟ تذكرت حلمي الذي بتت فيه الحياة وصار الواقع، وهل الواقع حلم؟ لولا معقوليته لظننته واقع، وكأنها فجوة تصل القدر بنا، أو خلل داخلنا يتسرب عبره البعض من الحقيقة بلغة خيال الأطفال.